السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم كيف يتم تحضير الصلصة الروسة بطريقة سهلة وسريعة. اخواني اخواتي الاعزاء، عندي ملعقة كبيرة من القزبر والمقدنوس، ملعقة كبيرة من الطماطم المعلبة، ثلاث طماطم مسلوقة، ربع كأس من الزيت الزيتون، اثنين فصوص من الثوم، وقليل من الليمون، فلفلة حارة كما كتلاحظوا، والتوابل إخواني أخواتي الأعزاء، عندي ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة زنجبيل، ملعقة صغيرة فلفل أحمر، ملعقة صغيرة القرفة. اتبعوا معي الطريقة إخواني أخواتي الأعزاء كيف تتم طريقة التحضير. نبدأ بسم الله. عندنا فلفل في كسرون، نضيف زيت الزيتون، نضيف فصوص الثوم، نضع الثوم وفلفلة حارة قليل من الزيت، نقلوها على نار خفيفة كما كتلاحظوا، الطماطم المعلبة، الطماطم المعلبة والطماطم الطبيعية، قم بطحنها قليلا، ومن ثم نضيف التوابل اللي عندنا يا اخوان، ملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود اخواني كما نسيتو، وقليل من الكزبرة والمقدنوس، ثم اخواني نضيف قليل من الليمون، ثلاث قطع، ثم نخليها تطبخ على نار خفيفة. تابعوا معايا اخواني اخواتي الاعزاء، شكرا جزيلا. كما كتلاحظوا اخواني الصلصة الروسة ديالي راه جاهزة، وفي الاخير كنضيفو قليل من زيت الزيتون. هاد الوصفة اخواني كما كتلاحظوا نحتاج ان شاء الله البانيني، غتلقاوها في صندوق الوصف، غتلاحظوا الطريقة كيفاش. الان الصلصة الروسة الان جاهزة الحمد لله كما كتلاحظوا. كما كتلاحظوا اخواني اخواتي الاعزاء، الصلصة الروسة اللي جهزت معاكم هي هادي، مذاقها عجيب بزاف. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وما تنسونيش بتعليقاتكم الوجيهة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لكي نستمر بالمزيد ان شاء الله. شكرا جزيلا اخواني اخواتي الاعزاء، والى فرصة قادمة ان شاء الله. شكرا جزيلا.